رقم اتنين بقى الراجل نفسه مستر فايلر. امبارح تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد المباراه بتبين قد ايه ان هو واحد فاهم. هتقولي يعني هو في مديرين فنيين مش فاهمين؟ اه في كتير جدا عادي، وبنشوفه وبنتابع وبنتفرج يعني، لكن هدوء، الرزانه في التصريحات، كل كلمه محسوبه، ايه اللي ينفع يقوله ايه اللي ما ينفعش يقوله. في مدربين بيقعوا في فخ اسئله الصحفيين، وطبعا الصحفيين ما شاء الله عليهم بيبقوا شاطرين جدا، فبيسالوا بعض الاسئله اللي ممكن تجيب خبر معين، تعمل ازمه معينه، ما بيبقوش قاصدين بس هم عايزين يطلعوا معلومه، ده شغلهم، اي اعلامي او اي صحفي ده شغله في الحقيقه. لكن الراجل عارف الكلمه دي طالعه رايحه فين، هدف منها ايه، بطريقه هاديه، بطريقه ما فيهاش ولا تكشير ولا فيها زعيق ولا فيها نرفزه على اي حد بيسال ولا كلام من ده. فده اسلوب جيد جدا في الحقيقه. امبارح بيعتذر للصحفيين، بيقول لهم يا جماعه معلش انا اتاخرت عليكم في المؤتمر الصحفي لان كنت بدي ملاحظات سريعه للاعبين كان لازم اديها بعد المباراه مباشره، مش بستنى بقى لتاني يوم او اول مران اجي اقعد واتكلم مع اللاعبين في ملاحظاتهم، في حاجات كده على طول في اول اول ما الماتش يخلص. فكلها تصرفات احنا يعني مش متعودين عليها هنا في مصر يعني. الراجل بيشتغل بشغل احترافي ممتاز، حتى هذه اللحظه هو مدير فني مميز لنادي الاهلي. فبالتالي امور كتيره جدا ممكن نتكلم فيها على مستر فايلر بخصوص تغييراته. الشوط الاول مثلا في مباراه الاتحاد ما كناش قد كده. الشوط الثاني حتى لما احنا ختمنا الشوط الاول بهدف احمد الشيخ، الشوط الثاني تغييرين مع بعض، لو تفتكروا موضوع الاثنين لعيبه ينزلوا مع بعض كتغييرين ما كانش بيحصل غير ايام مستر مانويل جوزيه، بيحصل دلوقتي مع مستر ريني فايلر، ما شفناش الموضوع ده قبل كده. اذا واحد عارف بيقرا الماتش، عارف ايه الاحتياجات، ايه اللي ينفع يتعمل ايه اللي ما ينفعش يتعمل. فدي جزئيه مهمه جدا بالنسبه لمستر ريني فايلر. تغييراته كلها ايجابيه، تصريحاته متزنه، حاجه مميزه.